خليني أبدأ الحلقة دي بسؤالين وتجاوبوني عليهم سريعا. علم النفس اخترعوه ليه؟ وهل هو من وجهة نظركم مفيد ولا مش مفيد؟ إذا كان علم النفس الإجابة إنهم اخترعوه عشان يساعدوا الإنسان في فهم نفسه والمحيطين بيه ويعالج المشاكل اللي ممكن تواجهه، وإذا كان إجابة السؤال التاني إن هو شور وأكيد ومؤكد أوف كورس طبعا مفيد ومفيد للغاية، يبقى اللي احنا هنقدمه لك في حلقة النهاردة ده هو خلاصة علم النفس في موضوع زي ده، ازاي تداوي قلبك وتفك التعلق بحبيب او شخص انت معجب بيه. لو احنا قدمناه لك او قدمناه لك في حلقة النهاردة وانت ما اخدتش بيه او ما عملتش بيه او ما عملتش بيه، يبقى ده اسمه ايه؟ سوري في اللفظ، يبقى اسمه غباء، او ان انت عايز تفضل تعبان، انت مش عايز تعالج نفسك. عشان في بعض الناس بتشوف حلقات مفيدة زي دي ويعني ما بتنفس او ما بتعملش بيها او ما تاخدش النصايح على محمل الجد، وبعد كده يرجع يقولك انا تعبان. اصل خلي بالكم التعلق ده بيخلي كل حاجة طعمها صبار في حياتك، لا عارف تفرح ولا عارف تستمتع ولا عارف تلعب ولا عارف تعيش ولا عارف تتنفس. يبقى لازم ما دام اعترفت ان انت مريض، وما دام انت دخلت الحلقة دي يبقى اكيد انت شايف نفسك وحاسس بالمرض ده اللي هو مرض التعلق وعدم النسيان، يبقى واجب عليك ان انت تاخد العلاج اللي احنا هنقدمه في حلقة النهاردة. برحب بيكم سريعا وبقول للجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، وتعالوا بينا نبتدي نصايح بسيطة أوي خلاصة علم النفس والتجارب السابقة. أي حد هياخدها على محمل الجدية وينفذها هيشوف النتيجة بعد كده. وخلينا برضو نتفق ان سبب المشكلة هيكون بقى يعني، شوف فاكرين كده حلقة البلوك وازاي تعمله وتعمل لك بلوك ليه؟ يا اما انت اخطأت فهو بعد، يا اما هو اخطأ فانت بعت. ولكن احنا مش هنتكلم في الموقفين دول، لان باختصار لو الشخص ده بيحبك وعايزك بجد، قلناها قبل كده، لو انت اخطأت بمجرد ما تعتذر ومعلش وانت حبي وعمري خلاص هترجع المية لمجاريها، والعكس لو هو اللي اخطأ بعد فترة هيرجع ومش هيسيبك الا لما ترجعوا لبعض. ولكن السبب الاشهر المفروض اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة الظروف الخارجية المحيطة بنا هي اللي فرقت بيننا. الشخص ده ما اخطأش، يعني انا معتقد من داخلي انه ما بعدش عني بمزاجه او بخطوه، لا ده ظروف سواء مادية او اجتماعية او ايا كان، او ثقافية او ايا كان، هي اللي فرقت بيننا. بس مش عارف انسى ومش عارف او مش عارفة ان انا استمتع بحياتي. ايه الحل؟ خطوات كده ما ينفعش واحدة فيهم تسبق التانية، سهلة جدا. اول حاجة اندم كما تشاء، خد لك فترة كده كام يوم اندم فيهم براحتك، وافتكر الذكريات واشبع من الالم والحزن براحتك خالص، واسمع اغاني حزينة واشكي لحد لو عايز تشكي في البداية كده، خرج يعني بالبلدي كل اللي جواك. تاني حاجة افتكر معايا وارجع بالذاكرة لورا كده، كام حد انت كنت متعلق بيه وتوفى او بعد عنك او مات، سواء قريب سواء كان صديق ليك سواء كان حد جاركم سواء كان زميل ليك، والنهاردة هل انت فاكره؟ مش انت دلوقتي حياتك ماشية او حياتك ماشية طبيعية، ومجرد ذكرى كويسة كده لما بيجي في بالك خلاص يعني، وبتكمل حياتك ونسيته او نسيتها. لان خلي بالكم سمي الانسان بانسان لكثرة النسيان بطبعك، انت مفطور وحاجة نعمة كبيرة من ربنا على النسيان. طيب ايه المشكلة بقى؟ ما هم كانوا ناس انا متعلق بيهم هم وبعدوا وما عدتش بشوفهم ولا بتعامل معاهم، والنهاردة الموضوع عادي، واول ما بعدوا عني كنت فاكر ان الدنيا هتتهد والحياة هتقف على بعدهم. اذا انت اللي واهم نفسك والشيطان اللي ضحك عليك، انت اصلا بطبعك بتنسى صدقني مع مرور الايام. ولكن عشان ما تقعدش في الدوامة دي كتير لازم تعمل الخطوات دي، واحنا نوعدك يعني، او انا وعدك بشكل شخصي انا كمحمد ابو زيد، ان انت في خلال 6 شهور مش اكتر بالكتير، ده الحالة اللي هي العجيبة والعصيبة يعني، هتكون تقريبا الموضوع ده بالنسبة لك ذكرى.
مش اكتر. يا ريت يا جماعه رجاء تساعدوني وتدوسوا لايك لو شايفين الحلقه دي مفيده توصل لبقيه اصدقائنا اللي انا بعتذر لهم او ما بعرفش ان انا ارد عليهم اول باول على الخاص. رجاء لو شايفينها مفيده لايك والعكس ديسلايك ما عنديش اي مشكله، بس قولوا لي السبب. يبقى اول حاجه خلاص هتندم كما تشاء براحتك، تاني حاجه هتفتكر بس مواقف بسيطه واشخاص كانوا عزاز وقريبين قوي لقلبك وابتعدوا والنهارده انت نسيتهم. تالت خطوة والمهمة مش عيب يعني ان انت تفترض الأسوأ في الحالة دي، الشخص ده بعيد عنك ومفيش إمكانية خلاص للرجوع، ما تفترض بينك وبين نفسك الأسوأ كده. مش يمكن الشخص ده لو كان ارتبط بيك كان سود عشتك وكان طلع القديم والجديد عليك وكان كرهك في حياتك؟ مش ممكن، ده هو بني آدم في الأول وفي الآخر يعني، وليه أخطاء وليه عيوب ويمكن أنت ما شفتهاش بشكل واضح. ما تفترض بينك وبين نفسك إن الشخص ده كان فيه عيوب كبيرة قوي كانت ممكن تمغص عليك حياتك وتكرهك في عيشتك. وارد في العلاج النفسي في المواضيع اللي زي دي إن خطوة زي دي ما تعديش عليك وإن أنت تعمل بيها. خطوة معانا أو رابع مرحلة معانا، حاول إن أنت تتخلص بقى من أي حاجة بتفكرك في صورة، فيديو، رقم، رسالة، هدية. لو مش هتقدر أنت تتخلص منها يعني حاول إن أنت ما تحطهاش في مكان قدام عينك، أو إنك ما تحطش الحاجات دي في مكان أنت عارفة إن أنت هتشوفيها باستمرار. حاول كده في ركن بقى أو حاجة بعيدة كده وتقفلي عليهم. لو مش جاي لك قلب أو مش جاي لك قلب يعني إن أنت تتخلص منهم، وإن كان ده هو الأفضل يبقى في جنب كده بعيد، ويا ريت بقفل والقفل جواه قفل وكده عشان يبقى صعب إن احنا نقعد نفتح ونطلع، أو ما يبقاش بسهولة الحاجات دي تبان قدامنا وتقلب علينا المواجع تاني. الحياة قصيرة قوي يا جماعة وما بتستناش حد، ولو ما خفناش على نفسنا محدش هيخاف علينا. مفيش وقت ان احنا نقضيها كلها ندم على اللي راح وذكريات ما منهاش فايدة. بص قدامك عشان تعرف ان انت تعيش حياتك صح زيك زي باقي البني ادمين الاسوياء. يبقى دي هي الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة، اكيد انت عندك، انت انسان والانسان مكلف يعني مطلوب منك حاجات بتعملها. شوف ايه المطلوب منك، لو دراسة ركز في دراستك، لو تنمية بتنمي من نفسك في مهارة، بتلعب لعبة معينة في مسابقة اشتغل على نفسك وتفوق فيها، لو عندك شغل معين كبر شغلك، لو عندك حلم معين ابدأ ورقة وقلم وشوف ايه اللي يوصلني ليه وابدأ كده. حاول ان انت تكبر حلمك، اشغل وقتك، الفراغ ثم الفراغ هو اللي ممكن ينيل لك الدنيا كلها. ما انت قاعد فاضي او انت قاعدة فاضية ما وراكش حاجة، على طول نفسك والشيطان هيقعد يفكرك بالحاجات اللي تخليك مقبل على الانتحار بشهية يعني جميلة قوي. مفيش حاجة شغلاني، مفيش حاجة واخدة اهتمامي، مفيش حاجة بطلع فيها طاقتي. ابدأ اقرف من الدنيا والناس وابدأ ان انا عايز ان انا انهي حياتي او اتخلص من حياتي. للأسف لازم أشغل نفسي بأي حاجة. عندي أخ صغير أجيب له أذاكر له أعلمه أي حاجة، ده لو أنا يعني مش لاقي أي حاجة ولا أهداف ولا طموحات ولا شغل ولا دراسة وقاعد فاضي أتعلم أي حاجة. اليوتيوب أهوت قدامي وأتعلم حاجة بحبها، هواية هبع بعملها كده وهبقى سعيد وأنا بعملها. أتعلم لغة، أعمل أي حاجة هتلاقوا. صدقوني النهاردة في زمن الأونلاين ده والإنترنت في حاجات كتيرة أوي نقدر إن احنا نشغل أوقاتنا بيها. أقرأ في التاريخ، أقرأ في سير السابقين، أتعلم من التجارب السابقة. أنا بدي أمثلة، بدي حلول، وفي أكتر ممكن ما يحضرنيش كل حاجة حاليا وأنا بتكلم معاكم، ولكن على سبيل المثال لازم أكون في حاجة في اليوم كده بتضيف لي، بتعلم حاجة جديدة. اقرأ، ثقف نفسك على الأقل يا أخي، أما تقعد مع حد ويتفتح موضوع تعرف تتكلم فيه، تقول معلومة تبهر الناس اللي قاعدة، يحسسهم بقيمتك وإن أنت عقلية مثقفة على الأقل تقدر إن أنت تنفع بيها أولادك، تنفع بيهم حد عزيز عليك وهكذا. لازم الوقت بتاعنا ده على قد ما نقدر نوظفه في حاجة إحنا بنحبها، خلي بالكم مش حاجة مفروضة علينا، حاجة إحنا بنحبها وهنستمتع أيا كان يعني قدر الاستمتاع وإحنا بنعملها أو إحنا بنتعلمها.
اللي بعد كده فكر كده او راجع دفاترك القديمة وارجع لصحابك او رجع لصحباتك القدام، هتلاقي صدقني في ناس انت كده مقصر في حقهم، او المشاغل والدنيا اخدتكم من بعض او النسيان، كلم الناس دي صدقني بمجرد ما ترجع علاقتك بيهم هتحس ان حياتك بقت للافضل قوي، وهم يحكولك على اللي حصلهم على اللي حصل لهم وانت تحكي لهم. الناس القديمة دي بالذات بتوع الطفولة وبتوع سن الشباب، يعني أصدقاء بيبقى صعب تعوضهم وبيبقوا أوفياء قوي، وبتحس بالفرحة في عينيهم وفي صوتهم كده لما بترجع لهم. ارجع لهم وحاول إن أنت تقربهم، أنت ترجع لواحد بس هيرجعك لبقية الجروب أو المجموعة كلها، واسترجع مع الذكريات الجميلة اللي كانت بينكم، سواء بقى كان في دراسة بينكم، سواء كان في شغل بينكم، كان في عمل بينكم، ايا كان، وخليك على تواصل معاهم او بينك وبينهم. الناس دي كفيلة بشكل كبير ان هي تحسن حالتك النفسية والمزاجية. الخطوة اللي بعد كده، ما تدي يا عم او ادي يا ستي الناس اللي عايزين يقربوا منك فرصة. انت ليه حاكم على نفسك وعلى حياتك بالفشل؟ يعني ليه انت شايف الشخص ده يا هو يا ما ينفعنيش اي حد تاني؟ هو انت كنت جربت الناس التانيين، او انت كنت تعاملت مع الناس التانيين، او انت كنت عرفت الناس التانيين او اديتهم فرصة بناء عليه شايف ان ده هو ومفيش غيره؟ انت واهم نفسك او انت واهمة نفسك. ما في ناس اكيد معجبة، وفي ناس نفسها طالبة الود، وفي ناس نفسها ان هي تقرب، وباحترام وبشياكة وبأدب، ايه المشكلة؟ ما نقرب، ندي الناس دي فرصة. مش يمكن الناس دي تكون اوفى وافضل واحسن، وربنا زاح ده من طريقنا وعشان يعوضنا بحد تاني انسب، وحد تاني يكون هيشيلنا في عينيه ويحافظ علينا ونكون مستقرين اكتر معاه. هو احنا ليه دايما عايزين اللي معذبنا واللي بعد عننا واللي بعيد مش هنطوله، في المقابل ان ممكن يكون في ناس قوي قريبة قوي مننا بتتمنى لنا الرضا، نرضى. الناس دي هتعمل لنا ان احنا اللي احنا بنتمناه قبل ما نتمناه. ليه الانسان بيدور على اللي بيتعبه او اللي مش معبره؟ سوري في اللفظ، ما هي دي ثقافة غلط احنا بنقنع نفسنا او مقتنعين للأسف بيها. بالك برضو او خلي بالك ما تديش لحد فرصة. انا بتكلم بقى في الامور العاطفية، انا هقرب من حد عاطفيا ما يكونش بعد او قبل 6 شهور، لازم على الفراق الاول يكون عدى 6 شهور فما اكثر، عشان اي حد انت هتدخله، يعني دلوقتي في فراق بعدها باسبوع او بعدها باسبوعين او شهر دخلت واحد، هيبقى فراغ عاطفي عندك او عندك، وهتظلم نفسك وتظلم الشخص ده معاك. لازم يعدي على الاقل 6 شهور، ولو يا ريت سنة مفيش مشكلة، بس 6 شهور حلوة قوي، بيكون النفس البشرية معروفة ومدروس ومفهوم طباعها قوي، هيبقى انت كده عملت يعني ريفريش لنفسك من اول وجديد، عندك على الاقل الاستعداد والقابلية ان انت ممكن تخوض تجربة عاطفية مع إنسان ممكن يستحق. وبرضو أنا عايز أقول حاجة، كنت عامل حلقة مهمة قوي يا جماعة، لما نحب نقرب من حد بالذات في النواحي العاطفية، لازم في البداية نشوف هل هو أموره هتتماشى مع أمورنا ولا لا. أنا كنت عامل حلقة كاملة، هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو أول تعليق ارجعوا لها، الشروط اللي أنا المفروض قبل إن أنا، يعني أنا لقيت نفسي دلوقتي يعني هدخل في الغميق مع حد وهبدأ أتعلق بيه، لو مفهوش الشروط دي أعمل فرملة عشان ما تعبش نفسي بعد كده ونقع في هجر ووجع قلب وما نطولش بعض. في حلقة أنا عاملها هسيب لكم رابطها، مفيدة أوي، يا ريت تسمعوها، يعتبر مكملين لبعض. شروط كده لازم يعني من خلالها بقدر أحدد الشخص ده هيناسبني ولا لا. شروط بقى اجتماعية، شروط ثقافية، مادية، بيئية، شخصية، في شخصيته. هسيب لكم الحلقة عشان ما أطولش عليكم في موضوع الحلقة. اعمل ده وشوف النتيجة بعد كده. يعني دايما المريض لازم يستحمل، انا عارف ان الموضوع مش سهل اللي انت هتعمله ده، ممكن حد يقول لي انت بتتكلم، لا الموضوع انا عارف ان هو مش سهل، بس انت اوريدي مريض دلوقتي، لازم تستحمل المر بتاع الدواء عشان تفوق وتتعالج وتصحى. وعلى رأي المثل، وجع ساعة ولا كل ساعة، يعني فترة كده تضغط على نفسك وتعمل الكلام ده، ولا تفضل طول العمر بالحالة اللي انت فيها دي؟
انت اختار في النهاية، احنا ما بنجبركش على حاجة، احنا دورنا بس بنوصل النصيحة بشكل سلس وبسيط ومحبب للنفس ومفهوم. اكتبوا لي آراءكم في حلقة النهاردة، اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال يا ريت يبعت لي على الانستجرام او الفيسبوك، انا بتكلم دلوقتي وبقول لكم يعني الطريقة الصحيحة للتواصل معايا، ومالناش أي صفحة على الفيسبوك غير محمد أبو زيد، أي حد تاني نصاب يعملوا له إبلاغ بيبقى لص هاكر يعني. الروابط دي كلها في وصف الفيديو وأول تعليق، وإن شاء الله نلتقي بكرة.